وحول تاريخها يقول الشيخ سليمان ظاهر: في البلدة آثار قديمة عبارة عن آبار ومعاصر حجرية، وتحيط بياطر مجموعة من التلال، على كل منها قرية خربة تدل عليها آثارها من مغاور وأوان زخرفية وفخارية، وعددها 7 خرائب. وقد تشرفت هذه البلدة بالعلامة السيد عبد الحسين شرف الدين الذي كان يقصدها ليصطاف في ربوعها. وقد قام هذا السيد الجليل بمساعدة أهالي البلدة ببناء مسجد يعرف بمسجد المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين. ذكر لي أن السيد جاء عام 1949 ليصطاف في البلدة، فقال أنا يعني تحيرت ماذا أقدم هدية للسيد، فقال وجدت من المناسب أن ألاقيه بأربعة أبيات من الشعر. والداخل إلى هذه القلعة يعبر من خلال باب حديدي كبير حديث الصنع، ويقال إن باب القلعة الرئيس موجود الآن في تركيا ليعبر فوق أرض مرصوفة بالحجارة القديمة، ويدخل غرفها الكبيرة المقنطرة بالقناطر الحجرية البهية، ويتخلل هذه الغرف فتحات تشكل منافذا للضوء. مقام النبي صديق اتدمر بحدود 4 أو 5 مرات بالطيران الإسرائيلي، اتدمر ويجي على الأرض. الخيرين بتبنين بالتنسيق مع البلدية يعيدوا بنائه. قال لي وقف حرس أنا والعسكري، وإذا شع مقام حولها المقام شع نور، انكسفت عيوننا، النملة صرنا نشوفها هنا دخيلك، شو قيمته هذا، شو كرامته عن ربك هذا؟ قلت له هذا كبير كتير يا عمي، بس اسكن تأذوه. وإلى جهة الشمال أيضا يوجد مرتفع تقع عليه أطلال تاريخية تسمى خربة النبي شعيب عليه السلام. أما من الشرق فهناك كهف فوق البئر مباشرة، ويوجد أمامه شجرة وصخرة كبيرة لا تزال ظاهرة للعيان، وربما يكون هذا هو الظل الذي أوى إليه موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين.